يقول: لدينا بعض الناس يذبحون رأسا من الغنم أو الماعز، هل هذا جائز؟ ويذهبون بها إلى القبور، وبعض الناس تضع في المقبرة بعض الأطعمة وكذلك بعض الأشربة وقد تكون جديدة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه الأمور كلها باطلة، ذهاب الذبيحة إلى القبور، الذهاب بالطعام إلى القبور، كل هذه أمور باطلة واعتقادات فاسدة، لأنها تنم عن اعتقاد في القبور وعن تعلق بالقبور، طلب البركة وطلب الرزق وغير ذلك من الحوائج، وهذه أمور شركية، لا يجوز أن يتعلق على القبور بجلب نفع أو دفع ضر، لأن هذا عند الله سبحانه وتعالى. قل الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالذي يملك جلب الخير ودفع الضر هو الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ الله جل وعلا هو الذي يقدر على جلب الخير ودفع الشر. وأما المخلوق الميت لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء لأنه ميت، فلا يطلب منه أي شيء، ومن طلب منه شيئا فإن هذا شرك أكبر. فعليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى. والذهاب بالأطعمة والذهاب باللحوم إلى القبور هذا مظهر من مظاهر الوثنية، لأنهم لم يفعلوا هذا إلا لأنهم يرجون بركتها ويتعلقون بها. وأما إذا كانت هذه الذبيحة مذبوحة للميت تقربا إليه فهذا شرك أكبر، لأن الذبح عبادة، التقرب بالذبح عبادة لا يجوز إلا لله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي، والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والنسك هو الذبيحة، قرنه مع الصلاة، فكما لا يجوز أن يصلى لأحد لا يجوز أن يذبح لأحد. قال تعالى: فصل لربك وانحر، قرن النحر مع الصلاة، مما يدل على أن الذبح والنحر تقربا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يتقرب إليه بذبح الذبائح والنحر تعبدا لله سبحانه وتعالى. الذبح في القبور هذا شرك أكبر، أو لغيرها من مخلوقات الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، كل هذا من الشرك الأكبر، يجب على من فعله أن يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام من جديد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.